هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. خبر صار يسعد مدرب الوداد. تلقى الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم خبر صار قبل عودة الفريق إلى التدريب عقب العطلة القصيرة التي منحها مدرب الوداد الرياضي وليد الركراكي للاعبين. وسرع اللاعب أيوب العملود في التأهيل الطبي تحضيرا لاستئناف التدريب رفقة لاعبي الوداد في أفق عودة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. ونشر اللاعب العملود فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهو يتدرب في قاعة تقوية العضلات تأهبا للعودة إلى التدريب الفردية. وتعرض العملود للإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية رفقة المنتخب الوطني الرديف قبل المشاركة في نهائيات كأس العرب بدولة قطر. وكان المدرب الركراكي قد منح لاعبي الفريق الأحمر 5 أيام راحة قبل العودة من جديد للتدريب تحضيرا للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها دوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.